ينضم إلينا من مدينة المفرق على الحدود الأردنية السورية مراسل الإخبارية عز الدين مغاريز. أهلا وسهلا بك عز الدين. يعني الحملة الوطنية السعودية والتي تكثف تواجدها من خلال محطات التوزيع مع هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة، ما هي المناطق عز الدين التي شملتها عملية توزيع المساعدات من خلال هذه الحملة السعودية، وما الخطة خلال الأيام القادمة؟ نعم، الحملة الوطنية السعودية تحاول خلال بداية ومنذ بداية فصل الشتاء، هذا الفصل الذي نعتبره ثقيلا على اللاجئين السوريين، محاولون قدر المستطاع تغطية كافة المناطق التي يقطنوها الأشقاء السوريين، وهي المناطق التي تعتبر حدودية بين الحدود الأردنية السورية والمناطق الشمالية من المملكة الأردنية، بين مناطق المفرق وإربد وجرشوة، المناطق الحدودية بالضبط. اليوم في مدينة المفرق، ويعتبر يوم غد أيضا هنالك تغطية أيضا من محافظة إربد، سيتم توزيع أيضا من ضمن الحملة الشتوية التي تهتم المملكة العربية السعودية ممثلة بالحملة الوطنية السعودية أن تقدم معونات خاصة بفصل الشتاء. يوم غد سيكون أيضا من مدينة إربد لمحاولة الوصول إلى كافة الأشقاء السوريين الذين يحتاجون إلى هذه المواد التي تعتبر أساسية في هذا الفصل، من أغطية وبطانيات وكنزات وشنطة صحية خاصة في فصل الشتاء لمساعدتهم والوقوف معهم وسندهم في هذه الظروف الصعبة وفي هذه الأجواء الصعبة. نعم، يعني مع هذه الأجواء الصعبة عز الدين أيضا التي أشرت إليها، هذه المخيمات سواء في المفرق أو في مخيم الزعتري التي تشرف عليها الحكومة الأردنية، هل تقي اللاجئين يعني زخات المطر على خلاف المخيمات العشوائية ربما التي تحدثت عنها سابقا؟ نعم، في مخيمات اللجوء مثل مخيم الزعتري أو مخيم الأزرق تم تحويل أو المساعدة بتوزيع العدد كبير من الكرفانات وتقليل من الخيم في هذه المخيمات. كونها مخيمات ثابتة نستطيع القول عنها أنها مخيمات ثابتة، لكن في المناطق التي تحوي مثل المخيمات العشوائية ما زال هناك من الأشقاء السوريين يحتمون في خيم، نستطيع أن نقول عنها أنها أبسط ما يكون هي محاولة لمنع أمطار والأمطار وهذه الرياح وهذا البرودة، منعهم مشاركتهم معيشتهم ونومهم وجلوسهم في هذه الخيم، محاولات فقط، لكن ظروفهم جدا صعبة كما شرحنا في التقرير التقرير الماضي. من مدينة المفرق على الحدود الأردنية السورية مراسل إخبارية عز الدين مغاريز، شكرا جزيلا لك.